طيبوا أفواهكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحورا وبين مصفدي سل كربلا كم من حشاء لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي ولكم بها ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة الغصن الندي جمع الصفات الغور فهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيدي
في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلى الله عليه وآله، يقول يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسي المتوايا، يا قدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المايا، يا جدي يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظامي الصدي، إلا ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة مية رفرف على راسي ترى طير المني، يا حسين يلي من تمسك بيك ما خا، يا ظنوة الوافي يا مقصد الوافي وظنوة داحي الباء، أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذا غارت عيوني واظلم الوادي علي، أنا لو تنطفي بقطرة تمي نار شبدي ما حد كفو من هالجماع يوقف بدربي، برد غليلي وعاين طرادي يحربي، لحمل على الجيمان حملها شمية واصرخ وخلي الخيل تتكرس على الخيل، وادع النهار من العجاج اظلم من الليل، اويلي اويلي ضمال صدره والدمع بالخيل بالخد هما، ابشر يا عقلي جان مني طلبتك طلبتك ما، لكن وان جان طلبك ماي هذي طلبة محال، اللي يجيب الماي ظل جثة رمي، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم يا كريم. من كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو من غرر الحكم كما سجلها بعض الأعلام، يقول لا ينبغي، يقول ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال وسكر القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشباب. خمسة أمور يحذر منها الإمام سلام الله عليه. أولها سكر المال. طبعا المتعارف أن الأذهان تلتفت إلى المسكرات المادية، هناك أمور تذهب بالعقل مثل أجلكم الله الخمرة، الخمرة من المسكرات لأنها تذهب بعقل الإنسان. الإمام سلام الله عليه في هذه الكلمة يلفت النظر إلى نوع آخر من المسكرات، هذا النوع لعل الناس لا تلتفت إليه، عامة الناس تلتفت إلى النوع الأول من المسكرات لأنها تشوف آثار ذلك، شوف اللي يشرب الخمر يهلوس ويفقد حتى الشعور بمن حوله. لكن هناك نوع آخر من المسكرات، وهذا النوع لا يقل خطرا عن النوع الأول إن لم يكن أخطر، كما أن تلك المسكرات المادية تذهب عقل الإنسان، كذلك هذه المسكرات التي يذكرها الإمام سلام الله عليه تذهب عقل الإنسان، ما تخلي الإنسان يفكر التفكير الصحيح ولا يشخص الطريق الصحيح. أول تلك المسكرات سكر المال. طبعا المال بحد ذاته وجمع المال بحد ذاته لا يسبب السكر، وإنما سكر المال يتحدد من خلال تعاطي الإنسان وعلاقة الإنسان بالمال. قارون وهبه الله عز وجل نعمة، نعمة المال. هذا الإنسان أصيب بسكر المال، كان من قوم موسى كما يذكر القرآن الكريم. القرآن الكريم تحدث ببيان جميل، وليس بعد بيان القرآن من بيان. يقول القرآن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء، شوفوا يقولون ينوء الرجل إذا حمل حملا ثقيلا ونتيجة هذا الحمل الثقيل أخذ يتمايل، تشايف جنابك إذا تحمل حمل ثقيل للغاية خب تتمايل يمين وشمال، هنا يقولون ينوء. هذا الرجل آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، ينوء بحملها العصبة أولي القوة. عصبة، من هم العصبة؟ ما المقصود بالعصبة؟ اختلف في ذلك، بعض قال من 10 إلى 15، البعض قال من 10 إلى 40، البعض قال العصبة 40 رجلا. عن ابن عباس من 3 إلى 10،
والبعض لم يحدد، قال وإنما هي الجماعة التي يعضد بعضها بعضا لتحمل أمر ما، يعني يساعد كل واحد منهم صاحبه ويحملون ذلك الحمل، يسموه عصمة من دون تحديد. طبعا لعل القول الأول والقول الثاني والقول الثالث ما يمكن القبول بهذه الأقوال. ليش؟ لأن القرآن الكريم استعمل العصبة، استعمل العصبة في سورة يوسف. أخوة يوسف، أخوة يوسف ماذا قالوا؟ حتما قرأتم الآية ونحن عصبة. أخوة يوسف كم كان عددهم؟ 9. فإذا كان أخوة يوسف عددهم 9، إذن كيف تحددون العصبة من 10 إلى 15 أو من 10 إلى 40 أو 40 رجل؟ القرآن استعملها في أقل من هذا العدد. وكيف ما كان مفاتيح كنوز قارون كان يحملها عصبة أولي قوة، بأس شديد قوة، وهؤلاء ينوؤون بحملها من شدة ثقلها. هذا كناية عن كثرة تلك الكنوز. هذا الرجل أصابه سكر الماء، ولذلك لم يلتفت إلى نصائح ونصح الناصحين. نصحوه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تستطرد الآيات، هذا الرجل ما التفت إلى هذا النص، لا، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن هؤلاء بعد أن خسف الله عز وجل بقارون ودار قارون تراجعوا عن هاي المقولة. القرآن فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله احنا ما كنا مع قارون. شوف هذا الرجل أصابه سكر الماء، والمستجار بالله. هذا النوع الأول من السكر. النوع الثاني من السكر سكر القدرة، سكر الجاه. البعض إذا استشعر القدرة وشعر بأنه يمتلك ما يمتلك من أسباب القوة المادية، شوف يتجبر، يتجبر. لماذا؟ لأنه مصاب بسكر، هذا يسموه سكر القدرة. مسكين الإنسان حينما يتصور أنه إذا امتلك أسباب بسيطة من أسباب القدرة، مسكين هذا الإنسان يتصور بأنه قادر على أن يفعل ما يشاء. يقولون المأمون لما انتهى من قتال الروم الأطراف سوريا وانتصر في حربه، رجع بجيشه، مر على منطقة، هاي المنطقة كانت جميلة للغاية، فيها بحيرة ماء والأشجار تحف بتلك البحيرة والطيور تصدح بأصواتها تغرد. المأمون لما شاف هذا المنظر أمر بالنزول للاستجماع والاستراحة. فعلا الجيش أخذ ينزل الأحمال، وأمر المأمون بأن تنصب له خيمة على حافة تلك البحيرة ويفتح طرفها من جهة البحيرة ويوضع له سرير حتى
ويقعد على السرير يضطجع على السرير وينظر إلى تلك البحيرة ويمتع نظره إلى تلك المناظر الخلابة. فعلا وضعت مصيبة الخيمة، وضع السرير وجاء اضطجع على السرير، صارت الأفكار تجول في ذهنه، أخذ يردد في داخله، هاي نقلها المسعودي صاحب بروج الذهب، أخذت الأفكار تجول في خاطري، أخذ يردد في ذهني: من مثلك يا مأمون؟ أنت اليوم أقوى رجل على وجه الأرض، أنت اليوم حتى الروم يخشونك يهابونك. وأخذت به الأفكار مأخذ، شوف هاي سكر القدرة. يقولون بهالأثناء رأى سمكة جميلة ذات ألوان زاهية تسبح في الماء، لأن البحيرة كانت صافية ويرى قعرها، والأسماك اللي تسبح هم ترى. شاف تلك السمكة طمع فيها، التفت إلى من معه قال: من منكم يستطيع أن يأتيني بهذه السمكة وله جائزة؟ يقولون كان في واحد من جنوده سباح ماهر يعرف السباحة، قال: أنا آتيك بها. فعلا نزل، أخذ يطارد تلك السمكة حتى اصطادها، جاء بها إلى المأمون، المأمون أخذها بيده، السمكة ما زالت حية، السمكة ما تموت بمجرد خروجها من الماء، تبقى مدة ثواني، مدة دقائق. على كل حال السمكة تحركت حركة عنيفة وسقطت من يد المأمون إلى داخل الماء. المأمون صاحب الرجل: عليك بها، ائتني بها. نزل مرة ثانية، أخذ إطار تلك السمكة حتى اصطادها وجاء بها. المأمون التفت قال: خذوها إلى الطباخ خلي يطبخ. الطباخ أعد السمكة، قبل ما يأتي بالسمكة المشوية إلى المأمون، وإذا بحال المأمون يتغير، ترتفع حرارته، يتصبب عرقه وينقلب كيانه، يعني صحة المأمون تلخبطت في تلك اللحظات. فقال: علي بأطبائي. عند ثلاثة أطباء يقولون: طبيب مسلم، طبيب يهودي، طبيب نصراني. أحاطوا به، كل واحد يفحص عن سبب هذا العارض، لم يهتدوا إلى سبب. يقولون: فاستفحل المرض في بدن المأمون حتى قضى عليه. مات المأمون. بعد ذلك اكتشف أولئك السبب. ما هو السبب؟ السبب أن هذه السمكة من أنواع السمك السام، إذا شعرت بالموت تفرز مادة، هذه المادة سامة. مو المأمون مسك بها، هي كانت تنازع في تلك الأثناء، أفرزت تلك المادة، تلك المادة تغلغلت في بدن المأمون حتى رفعت درجة حرارة المأمون. شوف نشاهد، شوف الإنسان أحيانا يتصور بأنه قادر، ولكن الله عز وجل، الله جل وعلا يضرب الأمثال للناس حتى يتوعى هذا الإنسان. ولا وانت تشوف ترى القدرة مو المقصود بها فقط القدرة والهيبنة على الناس، أحيانا تشوف إنسان حتى في وسط الأسرة يتجبر. أنت أعطيت الولاية، عندك قدرة صحيح، لكن يكون تستعمل تلك القدرة بحدود وضوابط، بعقلانية، وأنه تستعمل تلك القدرة بحيث تأخذ بك تلك القدرة مأخذا فلا تعي ما تصنع. قبل فترة في إحدى البلدان الإسلامية جاءت قضية، جالس ويا واحد من العلماء قاضي، يقول جاءت قضية، هاي القضية زوجة رافعتها على زوجها، السبب شنو؟ السبب ولد صغير عمره يمكن 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، إيده مكسورة، بسبب شنو؟ بسبب أن الأب استشاط غيظا، انفجر وأعمل قدرته حتى كسر يديه.
أعطاك الولاية صحيح، بس ما أعطاك أنه تؤذي وتعمل هذه القدرة حتى تؤذي من هم تحت سلطتك وولايتك. على كل حال، إذن هناك سكر القدرة. سلام الله عليك يا زينب، وقفت تخاطب يزيد، ويزيد كان متصور بأنه خلاص الأمور على أحسن ما يكون، وكان يتفاخر، يزيد يتفاخر بذنب عظيم وهو قتل الحسين سلام الله. ليت أشياقي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. يعني منتشي. زينب سلام الله عليها عرفت كيف تداوي. قالت: فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورة حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة. أنت تتصور بأنه وصلت خلاص إلى القدرة التامة. شوف، هذا هو سكر القدرة. النوع الثالث من السكر الذي أشار إليه الإمام سلام الله عليه سكر العلم. هذا نوع خطير، استجار بالله من هذا النوع. أكو مقولة عند العلماء معروفة، يقولون طالب العلم يقطع ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يتصور نفسه بأنه عالم لا يضاهيه أحد. إذا واصل في اكتساب العلم، يكتشف فيما بعد أنه جرم صغير، لأنه راح يكتشف حقائق كثيرة، يطلع على أسرار في هذا العالم، عالم الوجود، فيحتقر نفسه. سموها هي مرحلة التواضع. شوف، ذاك العالم يتواضع لأنه يعرف حجمه ويعرف موقعه. إذا واصل في التحصيل يصل إلى درجة بحيث يرى نفسه جاهلا لا يعلم شيئا. ليش؟ لأن ينتقل من العالم إلى العالم. بعد ذلك يكتشف هذا الإنسان أنه عنده من استعداد فقط وفقط لعله قادر على كشف بعض الأمور البسيطة في عالم الوجود، وإلا في العوالم الأخرى فقط هذا العالم اللي هو من حوله، العوالم الأخرى أصلا لا سبيل له إلى الوصول إليها. المطلع على أسرار تلك العوالم هو العالم المطلق جل وعلا. هنا خلاص يحتقر نفسه أصلا، يحتقر نفسه وينسى هذه النفس، يعني أصلا لا أعلم شيئا. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هذا النوع الثالث من أنواع السكر. النوع الرابع من أنواع السكر سكر المدح. شوف، المدح قد يؤثر نفسيا في الممدوح، وإذا لم يتعاطى الممدوح مع المدح بصورة سليمة صحيحة قد يأخذ به المدح، قد يجنح به المدح ويأخذ به مأخذا يا له من مأخذ. لذلك يكون المؤمن إذا مدح، خصوصا القائمين على هذه المشاريع، القائمين على المواكب، القائمين على الحسينيات، القائمين على الخدمة، الله يوفقهم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم. أي الخدمة خدمة واقعا شرف، لكن هم في معرض المدح، فيكون الإنسان يعرف كيف يتعامل. لأنه كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: من أوثق فرص الشيطان المدح والإطراء. يقول: إن الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان. مثل هذه الأبواب قد يدخل منها الشيطان. هذا سكر المدح. وأما النوع الخامس من السكر كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو سكر الشباب. شوفوا، مرحلة الشباب مرحلة عنفوان، مرحلة نشاط،
مرحلة همة، مرحلة تفتق الاستعدادات والغرائز، خصوصا المرحلة المسمات بمرحلة المراهقة. هذه المرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان، مرحلة المراهقة، والكثير يعاني ترى، الآباء الأمهات المربون يعانون كثيرا من هذه المرحلة، مرحلة المراهقة. وللأسف الشديد رغم وجود المعاناة لكن ماكو هناك حركة لتلقي المعارف الخاصة بهذه المرحلة. يعني أكثر، أقولها بصراحة، أكثر التعامل، أكثر الناس حينما يتعاملون مع المراهقة يتعاملون على البركة باصطلاح، ما عنده اطلاع ولا معرفة بخصائص هذه المرحلة، بمميزات هذه المرحلة، بما يشعر هذا المراهق، بالتغيرات التي تطرأ على المراهق. جدا مهمة معرفتها. انت جنابك اذا تريد تتعامل ويا شخص في الدائرة التي تعمل فيها او المؤسسة التي تعمل فيها تراعي هذه الامور. انت اول يوم طبيت فيه الدائرة، اصحابك زملائك في العمل معك، لعله بقيت ايام تنظر إلى خصائصهم مميزاتهم حتى تعرف التعامل معه. إذا شفت مثلا واحد منهم يتحسس من أمر ما يكون أحذر، أحذر أشد الحذر من إثارة أحاسيس زميلي في العمل. إذا شفت والله فلان من الناس لعله مثلا خلقه شوية جاف، شلون أتعامل معه؟ شوف، هذه المعرفة جدا ضرورية للتعامل الصحيح. فكيف لا نمتلك المعرفة بخصائص وخصال المراهق؟ والحال أنها مرحلة جدا خطيرة، مرحلة يعبر عنها العلماء بالولادة الجديدة، ولادة جديدة المراهقة. أحد العلماء صور عالم أمريكي يقول هناك ولادتان، ولادة يعني يمر الإنسان بولادته، الولادة الأولى هي الولادة المعروفة، خروج الإنسان من بطن أمه. يقول الولادة الثانية انتهاء فترة الطفولة ودخول مرحلة المراهقة. يقول هنا لابد أن نتعامل مع هذا الإنسان بشكل مغاير تماما، لأن المرحلة تختلف. من هنا يقول أصلا المقارنة بين سلوك الولد في فترة الطفولة وفي فترة المراهقة يقول خاطئة، خاطئة تماما. يعني انت شايف البعض يقول تعال هذا الولد في فترة الطفولة جدا مطيع، مطيع منقاد، ليش لما تحول إلى فترة المراهقة أصبح متفرع، أصبح عاصي، أصبح لا يستمع إلى الكلام؟ شوف يقارن بين مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، يقول هذا خطأ، خطأ. نعم. نعم. نعم تشوف طفل مثلا عمره 7 سنوات مطيع، صار عمره 10 سنوات أصبح غير مطيع، يقول هنا من حقك أن تقارن لأن المرحلة واحدة. لكن ما ممكن أن تقارن بين حال طفل وبين حال مراهق، لأن المراهق تطرأ عليه تغيرات كبيرة جسمية، كبيرة جدا، تغيرات جسمانية، تغيرات نفسانية، تغيرات فكرية عاطفية، هذه لابد من معرفتها. وقفت على مقالة جميلة جدا لأحد الأعلام، واحد من العلماء من أساتذة الحوزة الله يطيل في عمره، وإنصافا الرجل مو فقط يعني دارس حوزة، دارس هم كذلك دراسة أكاديمية، دراسة أكاديمية، مقالة جدا رائعة طرح فيها 3 معادلات وعشر خصائص يتميز بها المراهق. يقول هذه من الضروري جدا أن يعرفها المربي حتى يحسن التعامل مع المراهق، لأن كثير من الأحيان نتيجة عدم المعرفة، عدم الاطلاع، يتعامل الأبوان مع المراهق بشكل خاطئ جدا، فلا تأتي النتائج كما شاء. وإن شاء الله إذا سنحت الفرصة أستعيد إن شاء الله، ما أوعدكم، ولكن أسأل الله عز وجل التوفيق إذا سنحت الفرصة أطرح هذه المعادلات 3 والعشر خصائص حتى نطلع كيف نتعامل مع المراهق.
مراهق حساس جدا حساس جدا. شوف انت واحد من الامور الملحوظة ان الطفل في مرحلة الطفولة يشعر إذا أصيب بمشكلة يشعر بضرورة الرجوع إلى والده والاتكاء على والده لحل تلك المشكلة. لذلك من الصيد واحد طفل صغير أي مشكلة بسيطة يجيك يقول، لكن إذا انتقل هذا الولد إلى مرحلة المراهق يقول لا تتوقع أنه يجيك، لأنه طرأ تغير وهو واحد من التغيرات راح نشبعه إن شاء الله إذا وفقنا، وهو حس الاستقلال. يقول هذا ما يخليه يجيك لما يصاب بمشكلة يشعر بأنه كبير الآن ما ممكن أنه يعتمد على أبويه لابد يستقل. يقول فن المربي إذا عرف كيف يصل إلى مشاكل الولد في هذه الفترة وبالطريقة المناسبة. على كل حال هذه الفترة المسمات بفترة المراهقة هي التي يكثر فيها احتمال الإصابة بسكر الشباب. إذا يعدي هذه المرحلة بنجاح لعله يفيق هذا الشعب، بعد ذلك شوف عنده رجاحة في العقل، بعد ذلك شوف هذا الشاب اللي كان متهور في فترة المراهقة لا شوف يركد، شوف يتأمل، شوف يستمع. إذن احتمال الإصابة بسكر الشباب أكثر ما يكون في فترة المراهقة. هذه خمسة أنواع من السكر أشار إليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. والليلة ليلة مصيبة، ليلة مصيبة علي الأكبر سلام الله عليه. هذا الشاب يافع، شبابنا يكون يتعلمون من شخصية علي الأكبر، هذه الشخصية التي جمعت تلك الصفات الكمالية الرائعة جدا، جمع الصفات الغر فهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. كان علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك تجدون وقع المصاب على قلب الحسين عظيم. الحسين مو يبكي على فقد ابن، لا يبكي على فقد هذه النعمة التي كانت تشده لرسول الله صلى الله عليه وآله، تذكره برسول الله صلى الله عليه وآله. هي نعمة، نعمة كبيرة جدا، مثل بكاء يعقوب على يوسف، بكاء على فراق ولد، لا بكاء على فراق آية من آيات الله الكبرى. يعقوب بمجرد أن ينظر إلى يوسف يسبح في فضاء الله أعلم به، يتقرب إلى الله عز وجل بمجرد النظر إليه. شوف عظمة الله عز وجل متجلية من خلال النظر، نظرة واحدة إلى يوسف. كذلك الحسين، الحسين حينما ينظر إلى علي الأكبر، علي الأكبر مرآة تتجلى فيها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا تقول سكينة بنت الحسين كما ينقل صاحب البحار على الله مقامه، تتحدث عن حالة الحسين لما وصل إلى مصرع علي الأكبر، تعبر بهذا التعبير تقول غارت عيناه في أم رأسه، يعني أصابته حالة أشبه بحالة الاحتضار، احتضر الحسين. لذلك خرجت زينب، خافت زينب على الحسين، خرجت شابكة عشر أناملها تنادي وولداه وعلياه. لا يلام الحسين لأن علي الأكبر شاب في مقتبل العمر وقد توفرت فيه من الخصال والخصائص ما لم تتوفر في غيره. سئل الإمام الصادق يا ابن رسول الله، مضمون الحديث، يا ابن رسول الله ما أعظم المصائب؟ قال أعظم المصائب فقد الشاب المؤمن، فقد الشاب المؤمن المتقي التقي.
عظيم المصيبة على قلب الوالد، سعد الله قلب الحسين. لذلك لما جاء علي الأكبر يطلب الإذن بالبراز من الحسين، يقول الراوي أرخى عينيه بالدموع، أرخى الحسين عينيه بالدموع، ورفع يده إلى السماء قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى نبيك نظرنا إليه، اللهم امنعهم قطر السماء. الله أكبر. أنا واقعا حينما أقف على هذا النص يستوقفني طويلة. أقول الحسين اللي كان يبكي رحمة على أعدائه، حسين اللي هو رحمة، لكن في هذا الموضع دعا عليه اللهم امنعهم قطر السماء. يستطر الحسين: فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم مالوا علينا يقاتلوننا. يحتضن الحسين ولده علي الأكبر، ويمضي علي إلى الميدان، يقول أرباب المقاتل: وعين الحسين تلاحقه، عين الحسين تلاحقه. بعد ذلك صاح الحسين: يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. اتوجه علي الأكبر إلى الميدان، أخذ يقاتل. الحسين واقف على باب المخيم ينظر إلى حملات ابنه ووجهه متهلل فرحا. ليلى تنظر في وجه الحسين، يقال أنها رأت التغير في وجه الحسين، صاحت به: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت: ما أصنع يا ابن رسول الله؟ قال: لوذي بالخيمة واسأل الله عز وجل أن يرده سالما. دخلت الخيمة، الشاعر يقول: دخلت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف عالمغيبة، أريدك علي سالم تجيبة. أقسمت بقسم، لكن يا له من قسم. بعض كتب السيرة والتاريخ ذكرت لنا هذا القسم، ماذا قالت؟ قالت: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله الحسين، رد علي ولدي علي سالما. سقطت مغشا عليها، هذا ما كان من أمرها. أما ما كان من أمر علي، مع ذلك اللعين اختلف معه بضربات، عاجله علي بضربة جدله بها على التراب، وجاء مسرعا نحو أبيه وهو يقول: أبا الجائزة الجائزة. ضمه الإمام إلى صدره: ماذا تريد يا بني؟ قال: شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء. يقال أن الحسين قال لولده: ولدي علي، سيسقيك جدك عما قريب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وقيل أنه دفع إليه خاتمه، وقيل أن الحسين وضع لسانه على لسان ابنه علي. يقول علي الأكبر: رأيت لسان أبي الحسين كالخشبة اليابسة من شدة العطش، ألا من مناد وحسينا؟ عظم الله لكم الأجر. قال له: بني ادرك أمك. راح علي الأكبر مسرعا، دخل على أمه، رآها مسجات في وسط الخيمة، رفع رأسها وضعه في حجره، بكى، سقطت قطرات من دموعه على وجهها، أفاقت، صاحت: من هذا؟ ولدي علي. قال: نعم أمه. ضمته إلى صدرها، ثم أوصته بأن لا يقصر في نصرة الحسين. بينا هو كذلك وإذا بالمنادي ينادي: أين أنصارك يا أبا عبد الله؟
فقام علي مسرعا: عظم الله لكم الأجر، أبتاه إئذن لي بالبراز. ضمه الحسين إلى صدره وبكى، ثم ودع النساء ومضى إلى الميدان. في بعض أرباب المقاتل قبل أن يتوجه علي إلى الميدان صاحبه الحسين: ولدي علي قف لي هني. وقف علي الأكبر قال: انزل من على صهوة جوادك وامشي بضع خطوات وارفع صوتك بالأذان حتى أتزود من مشية رسول الله ومن صوت رسول الله. فمشى علي بضع خطوات رفع صوته بالأذان قائلا: الله أكبر. يقول الراوي: فضجت مخيمات الحسين ونادى المنادي: ومحمدا. توجه علي إلى الميدان: آجركم الله. كر في القوم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي. ضج الناس من كثرة القتلى حتى قتل تمام المئتين. آجركم الله، أحسن الله لكم العزاء، يا لها من ساعة مرت على الحسين. فبينما علي يقاتل إذ مر بذلك اللعين مرة بن منقذ العبد، وقيل رجل آخر، فطعنه بالرمح في صدره. أي رحم الله من نادى وعليا. فانحنى علي على رأس الفرس، سالت الدماء على عيني الفرس، فحمله الفرس إلى وسط القام، فاحتوشوا هذا يضربه بسيفه، وذاك يطعنه برمحه، حتى قطعوه إربا إربا. ألا من مناد وعليا. فصاح بضعيف صوته: السلام عليك يا أبا عبد الله. فانقض الحسين. يقول العلامة الششتري: جاء الحسين وهو ينادي 6 مرات: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. يقول حتى وصل إلى مصرعه. كان من عادة الحسين أن ينزل للقتيل نزولا إلا في هذا الموضع. ماذا صنع الحسين؟ آجركم الله يا أحباب الحسين. يقول: أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده. ألا من مناد وعليا. يقول الراوي: من جلت الغبرة إلا والحسين قد وضع خده على خد ولده، وقد تمدد بطوله وهو ينادي: على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، إلا بطل علي الأكبر ونينه وفتح العين ونادد: وصلني بعجل الخيم يا للخيم، وصلني يخلي النحتة بصدرك يا ابو يشيلني، وجمع وصاب يم العلي لا ودع وينظر أحوى، حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زين، إلا ودني يا أبويا العمتي زينب أراك
خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال لي يا عقلي مهجتي حجياك فرا، لازم اشيلك للخيم يا قرة العين، لكن بليلش الفكر يا حلو الاطباع، لو عاينت جسمك موزع يا ابني يوزع، وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني، لكن يعين الله على ضجة هالنساوي، شال المدلل فوق صدره وللخيمات. ساعد الله قلب الحسين، يقول حميد بن مسلم: رأيت رجلي الشاب تخطاني في الأرض خطا، قلت عجبا، الولد أطول من أبيه. يقول: تأملت وإذا بي أرى ظهر الحسين محنيا. أيوة حسينا، أقبل بي الحسين: يا أهل الخيم جاكم علي، قوموا شوفوا على صدر جنازة. طلعن يا ويلي من الخيم عما شافوا علي مرمي ويجر، ومن الطبر ما تنحص جراحا. زينب تهل دموعها مهمو، خرت على جسم العزيز تنادي: شيبت راسي يا شبيلة، وليلة تحن وتصيح ذاب فادي، تمشي وتعثر مشية المذولة. يا أهل الخيام شوفوا على صدر يا حسين، حفروا لي حفير الساعة، ما تلام ما تلام الأم. يا حسين حفروا لي حفير الساعة، ما قدر اشوف ابني واشوف انزاع. قالها: يا ليلة تزود من وداع، وبشري بعدنا بناقة مزول، يا اهل الخيم جاكم شوفوا على صدري. تقول: أنا ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي، أنا ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي، وسميت باسم الله عليك عليك أول وتالي. أمك يا بعد أهلي بقت من غير والي، بعد الخدر والصوب، بعد الخدر للشام والدوادي. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم عجل لوليك الفرج،
سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. هناك دعوة لجمع تبرعات إلى مريض محتاج إلى التبرع، فجزاكم الله ألف خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء اكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا، لا سيما من خصصناهم بالدعاء، وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى، وإلى أرواح موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.